أهلا بكم، حلقاتنا مستمرة وفيها. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيبحث مع مسؤولين إسرائيليين يوم الأربعاء خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية. أوضح بومبيو في مقابلة مع صحيفة إسرائيل اليوم والتي نشرتها اليوم الثلاثاء: سبق وأن قلت إن هذا قرار سيتخذه الإسرائيليون، وستستمر زيارة بومبيو إلى تل أبيب عدة ساعات، ولن يستقبله الفلسطينيون الذين يقاطعون الإدارة الأمريكية منذ قرارها قبل عامين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. قال بومبيو: نأمل أن نتمكن من إقناع القيادة الفلسطينية بضرورة التعامل مع الإسرائيليين على أساس رؤية السلام. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة بالأشهر الماضية أن الضم سيشمل غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. يذكر أن ما يعرف بصفقة القرن التي تروج لها واشنطن تتضمن حق الاحتلال الإسرائيلي في ضم أجزاء من الضفة الغربية. للتعليق على هذه التطورات أرحب بضيفي عبر سكايب من نابلس الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور. أهلا بكم، تحياتي. نعم، التحية لك دكتور. بومبيو في تل أبيب، في أي سياق من وجهة نظرك تأتي هذه الزيارة؟ وأخي الكريم، هو استكمال لصفقة القرن، وهي يعني مناقشة الترتيبات المتعلقة بالضم مع القيادة الصهيونية، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية متحمسة للضم كما يبدو أكثر من الكيان الصهيوني. على الأقل في الكيان الصهيوني هناك من يتردد في هذا الأمر بسبب المشاكل التي يمكن أن تترتب على ذلك، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فهم مندفعون بقوة نحو عملية الضم، وأيضا سيندفعون مستقبلا في أن كل الضفة الغربية تؤخذ صفقة واحدة وتضم قانونيا وفق القانون الصهيوني للكيان الصهيوني القائم حاليا. طيب، وبذلك تكون كل فلسطين الانتدابية قد خضعت للكيان الصهيوني وأصبحت الوطن القومي لليهود. إن كانت واشنطن أكثر حماسة في تنفيذ هذه الخطوة من الكيان الصهيوني، أي رسائل إذن في هذه الحماسة الزائدة من قبل واشنطن؟ هي رسالة للناخب الأمريكي الصهيوني وللمتصهينين الأمريكيين. ترامب يريد الأصوات، وبالتالي الآن هو متحمس ويدفع بقوة، على وعسى أنه كل الجمعيات اليهودية والصهيونية والمتصهينون من الولايات المتحدة الأمريكية يندفعون في حملة انتخابية لصالح ترامب. أما هل هناك رسالة للفلسطينيين والعرب؟ نعم، هو يقول لهم لا قيمة لكم ولا شأن ولا احترام، ولسنا مستعدين أن نأخذ اعتباراتكم باعتبارنا نحن. فبالتالي هو عملية استهتار كامل بالفلسطينيين وبكل الأمة العربية والإسلامية. في إدارات أمريكية سابقة دكتور، نعم، في إدارات الأمريكية سابقة كان المسؤول الأمريكي والدبلوماسي الأمريكي يحاول أن يمثل دور المحايد الذي يرعى التفاوض ويقف على مسافة واحدة بين الطرفين. يعني لماذا لا يحاول ترامب وبومبيو أن يلعب نفس الدور؟ والله ترامب هو أكثر صراحة من كل الرؤساء السابقين، وخاصة فيما يتعلق بالأموال والحماية العسكرية لبعض البلدان العربية وما شابه ذلك. يعني هو لا يلعب دبلوماسية في هذه الشؤون مع العرب والصهاينة، وإنما هو يتحدث بوضوح وصراحة عن نوايا الولايات المتحدة الأمريكية القديمة والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ في عهده. ليس كلها، في هناك من صادق على بعض الخطوات بشأن القضية الفلسطينية، لكن هو أخذها جميعا يعني كرزمة واحدة وينفذها وتأخذ أبعادا سياسية كبيرة. فهو يعني يختلف في سلوكه عن الرؤساء الآخرين. بومبيو يقول أن ضم الضفة الغربية وغور الأردن هو قرار إسرائيلي وليس أمريكي، وهذا ينافي ما تفضلت به منذ قليل دكتور من أن واشنطن أكثر حماسة في تنفيذ هذه الخطة من الكيان الصهيوني. شوف الكيان الصهيوني يا أخي الكريم، أنا أحطك بالصورة، يعني منذ اتفاق أوسلو حتى الآن الصهاينة يعملون على تهويد الضفة الغربية تدريجيا، وهذا التهويد يأخذ نفس المنهج الذي أخذه تهويد منطقة الجليل في الشمال الفلسطيني.
في الأرض المحتلة عام 1948. وأي واحد بذكاء بسيط ينظر إلى الأوضاع في الضفة الغربية يدرك تماماً أن الصهاينة يعملون على عملية التهويد. الآن الصهاينة كانوا يعملون على التهويد تدريجياً شوي شوي وبالراحة لكي يبتلع الفلسطينيون عملية التهويد دون أن يدروا تماماً ماذا يجري. الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بهذا الاتجاه، فتحمس الكيان الصهيوني من أجل أن يضم هذه المناطق قانونياً كما فعل مع الجولان ومع مدينة القدس الشرق. فنعم يعني هي النوايا الصهيونية متوفرة منذ زمن بعيد. طيب الطرف الأصيل في هذه الأزمة هو الطرف الفلسطيني، نعم. سواء السلطة أو الفصائل، أي خيارات الآن أمام السلطة أمام الفصائل في ظل هذا المسار الذي يمكن لدولة الاحتلال أن تضم مناطق في الضفة الغربية وغور الأردن أيضا؟ ولا يشوف أخي الكريم، يعني سبق السيف العدل، يعني كان المفروض أن نتوقف عن الاتفاقيات يعني عام 1995 عندما جزأ الكيان الصهيوني الضفة الغربية إلى مناطق ألف وباء وجيم، أو على أكثر زمن لو عام 1997 مع اتفاقية الخليل. كان واضح بهاتين الاتفاقيتين أن الكيان الصهيوني يستعمل الاتفاقيات معه كآلية لعملية التهويد، كان واضح تماما. لكن القيادة الفلسطينية لم ترد أن تعترف وجرتنا إلى هذا الوضع الذي نحن فيه. مكنت إسرائيل من رقابنا إلى درجة أن خياراتنا الآن وين هي؟ الفصائل مشلولة تماما، وأغلبها انضم فعليا وليس نظريا فعليا إلى اتفاق أوسلو، والسلطة الفلسطينية لم تترك لنفسها خيارا. ما هو الرئيس محمود عباس يوم الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن عقد هذا المؤتمر الصحفي في الضفة وهدد بالانسحاب من أوسلو وقال أن كل الخيارات مفتوحة ولا تفاوض بعد الآن، يعني أين ذهبت هذه التهديدات؟ والله شوف أخي الكريم، يعني نحن لا نأخذ تصريحات عباس بجد، لأنه سبق مرارا أن قال أنه لن يلتزم بالاتفاقيات إذا لم يلتزم الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني لم يلتزم وعباس بقي ملتزما، وقال أنه لا يريد التفاوض ولا يريد أن يجتمع، ومنذ فترة بسيطة كان مجتمعا مع رئيس الشباب. فما يقوله أو ما تقوله السلطة الفلسطينية ليس موضع مصداقية، إنما هم يقولون ولا ينفذون ولا يطبقون. على فرض الآن أنه هو ألغى الاتفاقيات، ما هي البدائل لديه؟ هذا المفروض أنه هو بدأ التحضير لمرحلة ما بعد الاتفاقيات منذ سنوات، لأنه الآن البيئة المتوفرة في الضفة الغربية ليست مناسبة لمرحلة جديدة. يعني هو يتحدث عن مرحلة مواجهة مثلا، هو لم يقل مواجهة إنما الانسحاب من الاتفاقيات، لكن أنت تحتاج إلى بيئة، تحتاج إلى برنامج، إلى خطة، إلى استراتيجية، إلى رؤية تقدمها للشعب الفلسطيني من أجل أن يواجه التحديات. هو لا عنده خطة ولا عنده رؤية ولا استراتيجية ولا شيء، عنده بس فقط شوية يعني لغو إعلامي، ولا ينفذ ولا يطبق ولا يوجد لديه أي شيء يطرحه على الناس. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية، أشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر سكايب.